constitué d'une équipe Megaflex, les Spacla, fait jusqu'à présent 81 personnes. Elle a plusieurs départements, à savoir département technique, département logistique, département financier, marketing, commercial aussi. On est une très grande équipe. On est classé parmi les trois premières sociétés de distribution biomédicale au Maghreb. Megaflex Katimtaz Bouahed, l'équipe commerciale qui est très présente sur le marché marocain. On travaille sur plusieurs domaines, à savoir la biologie moléculaire, la cytologie urinaire, la biologie de routine, les cachets de laboratoire. Au lieu de ça, le hodor d'Yana fait de la journée qui est horrible. Yana Megaflex est présente dans le secteur médical. Toutes les forces d'IALA sur tous les aspects. شركة ميغافليكس ميزا بار كتقدم الحلول للمختبرات الطبية كتقدم كذلك حلول بالنسبة للمختبرات العمومية وكذلك الجامعات بمختلف المدن المغربية. هناك حلول من أجل البيولوجي موليكولير والسيكونساج دو نوفيل جينيراسيون اللي هي إن شاء الله غادي تكون le futur ديال le Maroc, que ce soit les analyses biomédicales ou la recherche. Donc les solutions اللي تنقدموهم في ميغافليكس غادي تدعم البحوث العلميه وغتدعم كذلك لو دياغنوستيك على شال ناسيونال. وان شاء الله ميغافليكس غادي تقدم الحلول المناسبه لجميع المختبرات على مستوى المغرب. شركه ميغافليكس شركه رائده في مجال المعدات الطبيه الخاصه بمختبرات التحاليل الطبيه. شركه ميغافليكس عندها تاريخ ديال 30 سنه من العمل. احنا كنخدموا مع المؤسسات العموميه والمؤسسات الخاصه. التخصص ديالنا هو الات الخاصه بمختبرات التحاليل الطبيه في مجال علم الدم، علم الكيمياء وما شابه ذلك. الحضور ديالنا في هذا المؤتمر ماشي اول مره. دونك شركه ميغافليكس منذ سنوات كتدعم الانشطه ديال وزاره الصحه الهادفه لتطوير الصحه بصفه عامه في المغرب وبصفه اونفادير على مجال الصعيد الافريقي كذلك. دونك شركه ميغافليكس شركه رائده في مجال الصحه في المغرب. وجود ديالها ما بين شركات كيمشي لازيد من 30 سنه، 30 سنه من التمييز، 30 سنه من الوجود الفعلي في عالم الصحه. عندنا مجموعه من الشركاء في عالم الصحه، منهم المستشفيات الجامعيه، منهم مختبرات الخاصه، منهم مختبرات علميه بحال مؤسسه باستور، بحال المعهد الوطني للسلامه الصحيه. يعني مجموعه من الشركات اللي خلاتنا الحمد لله نكونوا في احسن الصور وتكون عندنا عطاءات. طبعا اللي عندها اساسات اللي هي الكفاءات الداخليه ديال الشركه، مجموعة من الكفاءات الداخلية يعني في مجال التسويق، في مجال كل ما عنده علاقة بتسويق الأجهزة البيوطبية.